الدفاع عن الوطن والذود عنه واجب مقدس وأحد ثوابت الثورة والوحدة والجمهورية، ليس منة من أحد، وهو العهد الذي قطعه منتسبو اللواء الشهيد حسن المرسي على أنفسهم في مختلف الجبهات دفاعا عن الوطن شعبا وأرضا مهما كانت التضحيات. هنا معسكر الشهيد القائد حسن المرسي، أسطورة التضحية وقدسية الوفاء، ومن بعده رجال عاهدوا الله والوطن والثورة والوحدة والجمهورية، السير على دربه نهجا ومبدأ وسلوكا. منه تبدأ رحلة نضال لا تنتهي، وقصة شهيد ذهب بعيد أو جريح سطر أروع الملاحم البطولية وأعظم الذكريات في ميادين المواجهة والنزال. هنا مصنع رجال الرجال، منه الابتداء وإليه الانتهاء في ميادين العزة والكرامة والإباء والشموخ. يتلقى فيه كل من ينتسب إليه مختلف مراحل الإعداد والتدريب والتأهيل على مختلف المهارات القتالية وفقا للوائح وأنظمة وقوانين الجيوش المعمول بها في الدنيا قاطبة، وبما يواكب تطورات العصر وإحداثيته وفق الممكن. نحن أبناء معسكر الشهيد القائد حسن الموصي نعاهد ونعاهد أبناء الشعب اليمني أن نحن ماضون على دربه حتى ما يبقى فينا رجل، وإذا ما نفع عن حولة باقي حولة أنا حبيل سلمى انطرح نلف المسارس أتواعش ما هم الله كراسي، وإن شاء الله ما نحشى أنا ندخل نحبي حبي نطرح لهم في المسارس حتى أن الفريق الأول والفريق الثاني يقوم بمشاغلة الهدف. ومع انتهاء الوقت والزمن المحدد لإعداد الفرد كيفا وكما، وفي أعقاب كل عملية تخرج، تكون الوجهة جبهات النضال والشرف لحاقا بركب رفاقهم في درب الدفاع والكفاح المسلح للذود عن تراب وطنهم الغالي وقداسة يمنهم العظيم. جبهة يختل، الساحل الغربي لمدينة المخا المحتلة، كغيرها من الجبهات الأخرى الملتهبة، حط رجال الرجال رحالهم. العشرات من منتسبي اللواء الشهيد المرسي يلتحقون بإخوانهم بالمختلف وحدات الجيش واللجان الشعبية لتبدأ مرحلة التطبيق الفعلي لأشرف مهنة عرفها التاريخ دفاعا عن وطنهم ومجدهم وكرامة شعبهم. أتينا إلى هنا للدفاع عن الأرض والعرض وأخذا لثار الشهداء من الأطفال والشيوخ، وإننا على درب الشهيد حسن المرسي ماضون، وعلى درب كل شهيد، وأننا نعاهدهم عهد الرجال الأوفياء أننا لن نستكين ولن نهين ولن نبيع دماءهم، وأننا سنمضي في دربهم، ونعاهد الله وشهداءنا ونعاهد قيادتنا السياسية أننا سنضحي حتى آخر قطرة من دمائنا هنا من جبهة المخا. ورغم فارق العتاد والقوة وإمكانات العدو وأدياله وعملائه المهولة جوا وبرا وبحرا وعتادا، يقابلها رجال الجيش ومنتسب شهيد المرسي بصمود وصبر جبالها الأوتاد وبسالة وعنفوان أبنائها الأفلاذ. وعلى مدى 3 سنوات من الصمود والمواجهة في مختلف ميادين البطولة، أثبت أبناء الجيش ومنتسبيه ومناصريه أنهم صخرة منيعة تتحطم على أعتابها كل المؤامرات وتدفن فيها كل أحلام وأوهام الغزاة. جئنا إلى هنا لنظهر هذا العدو الفاسد الحقود المرتزق الذي يحبون المال السعودي، ونقول السعود آل سلول لن يستطيعوا أن يفعلوا أي حاجة أو يحركوا أي ساكن فينا. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، فمع كل عملية صد لزحف جحافل المرتزقة أو عملية اقتحام وتطهير كل شبر من دنس الغزاة، لا تخلو من مصرع عدد منهم وجرح آخرين وتمريغ أنوفهم تحت أقدام من صدقوا الله وعده، عهد قطعوه على أنفسهم منذ الفطام أن الوطن وترابه الطاهر ومقدراته ومكتسباته لم ولن ينال منه العملاء والمحتلون إلا على أجسادهم الطاهرة ودمائهم الزكية، وإنها لإحدى الحسنيين لا ثالث لهما، إما النصر أو النصر أو الشهادة. الله الوطن الثورة الوحدة تحيا جمهورنا تحيا جمهورنا تحيا جمهورنا. فارس الصليحي، اليمن اليوم.